ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، من معنا ومن أين تتابعنا؟ تفضل. معكم أمين من ولاية عين دفلة. أهلين أمين من عين الدفلة وكل ناس عين الدفلة، تفضل. أكيد أنت تتابعنا وعندك سؤال، تفضل. أكيد أكيد أختي زهراء، أنا نتابع في الحساب تاعكم. بغيت نسقسيك برك، إحنا نسكنوا في واحد الفيلا وعندنا جيران يسكنوا معانا، دايرين في الحوانت تحت الدراجات يخدموا فيهم المواد الكيميائيه، وهذه المواد راهي تسبب لنا بعض الامراض. حبينا نعرفوا برك واش نقدروا نديروا باش نشوفوا معاهم طريقه قانونيه وكيفاش نتعاملوا مع هذا الموضوع. نعم، ابقى معنا، سوف تستمع للإجابة مع ضيوفي في البرنامج. إذا نرجع لك الأستاذ جواهرة، سمعت السؤال، هو تفضل. قال يسكن في فيلا، نعم، حبي يقول حي سكني نوعا ما فوق الاجتماعي، نعم، يعني هنا كاين دفتر شروط اللي ما نظنش يسمح بمثل هذا النشاط. أنا عارف باللي في دفتر الشروط يحدد باللي ساكن، وإذا كان دير حاجة غير للسيارة يعني ماهوش باش تمارس، وهذا قال لك يعني كاين مواد كيميائية، هذا معناه غير انه يتصل بشرطة البيع لأنه هي اللي تجي دير محضر معاينة وتبلغ السلطات. هذا يتسمى إذا كان ما حبش يتعب روحه يعني يروح لشرطة البيع. وقال كيفاش يتعامل معاهم؟ يروح لشرطة البيع، لأنه في كل ولاية، في كل دائرة، في على مستوى كل أمن دائرة كاين مصلحة شرطة البيع. هو يروح لشرطة البيع، شرطة البيع هي اللي تتنقل وتعاين ودير محضر معاينة. إذا كان شافت الخطورة هي أكيد تبلغ الوالي، هي تبلغ الوالي، الوالي ياخذ إجراء. نعم، ياخذ إجراء. إذا كان شافت خطورة أخرى أنه فيه غش ولا، ممكن تبلغ وكيل الجمهورية المختص إقليميا، نعم، ممكن اللي يأمر بفتح تحقيق ولا هذيك إجراءات أخرى، ولكن هو أول تصرف يقوموا به يظهر لي باش يعجلوا في الحركة، لأنه لو كان يروحوا للبلدية ومصالح البلدية تتعطل، ولكن شرطة البيئة ما نظنش تتلعب، شرطة البيئة ما نظنش تتلعب. يعني أنت تقول يروح مباشرة إلى شرطة البيئة؟ أنا بالنسبة لي يروح مباشرة لشرطة البيئة، شرطة البيئة تخرج دير محضر معينة وتأخذ إجراءات. نعم، شكرا لك أستاذ على الإجابة.